مرحومة زهور المعمري فنانة كبيرة وقديرة اللي بصمات تاريخ الفن المغربي والثقافة والإبداع المغربي على جميع المستويات، سواء في المجال السينمائي أو المسرحي أو التلفزيوني وكذلك الإذاعي، وحتى على مستوى ديال الدبلاجة، لأنها فنانة متعددة المواهب وكانت منفتحة على جميع التجارب، واشتغلت مع مجموعة من المخرجين سواء في المسرح وفي السينما وفي التلفزيون، لأنها كانت إنسانة متفتحة وعطت الشيء الكثير على مستوى أعمالها الفنية اللي غتبقى راسخة في الذاكرة المغربية، لأنها فنانة قامة وقيمة في هذا الوطن العزيز وعطت الشيء الكثير، والحمد لله أن الأعمال ديالها ما زال في الخزانات، سواء الخزانة التلفزية أو السينمائية أو الإذاعية، فالأعمال ديالها غدا تبقى مخلدة. أنا بالنسبة لي زهور المعمري ما ماتش، بقى عايشة معنا بأعمالها، هي بشات عند الله روحا، واللي تنتمنى وليها من هاد المنابر القنوات الإلكترونية، تنتمنى وليها ربي يسكنها فسيحة جناته ويغفر لها، وعزاؤنا واحد، وتنبلغ تعازي الحارة الأسرة ديالها الصغيرة والأسرة الفنية الكبيرة ديالها، فإن الله وإن إليه راجعون. من اللي كيموت شي فنان كبير، فنان اللي كان حاضر في الساحة المغربية وبقوة، لا في المسرح ولا في التلفازة ولا في الأعمال الإذاعية، بحال الممثلة الأصيلة الكبيرة لالا زهور المعمري، كنظن ما كيبقى ما كيتقال، أن كتبقى دائما السيرة ديالها هي اللي كتبقى دائما حاضرة في الذهن ديالي أنا، من الناس اللي عاشروها عن قرب. أش غنقول لك، للأسف أن الحياة بعد أختي زهور، الله يحفظك الله يكبر بيك الله يعطيك ما تمنيتي، في ولادك يبارك فيهم، والمسامحة، لأننا حنا أحيانا كنساو بعضياتنا. أنا صبغي كنسول عليها عن بعد بالتليفون، آخر مرة كنا تلاقينا ولدها في الجنازة ديال أنوار جندي، وسولناه واش ممكن زيارة ديالها، قالوا لنا هذا مع كورونا راه صعيب، باش راك عارف صعيب، راه دابا حاليا نيت سي محمد عاطفي صديق عزيز، ومن كنعيطو كنسول عليه غير هاتفيا، لأنه كيقول لك العائلة ديالو كتخاف عليه بحكم السن، كيخاف على الواحد. يعني لهاد الناس كنقول لهم سمحوا لينا، زعما إلا قصرنا في حقكم وما سولناش فيكم في الوقيتة اللي كان خصنا نسولو فيكم، ولكن الحياة هي هذه. ماذا عساني أقول عن لالا زهور المعمري، الفنانة الكبيرة القديرة التي أعطت الشيء الكثير للفن المغربي. تعرفت عليها عن قرب من خلال اشتغالي في وقت من الأوقات بالإذاعة الوطنية سنوات الثمانينيات من القرن الماضي، ولكن هي كانت في الستينيات، ولكن حصل لي الشرف أني التقيت معها، كنت كنشتغل في برامج إذاعية في الإذاعة الوطنية وأيضا في القناة الأولى. تعرفت عن هذه السيدة الطيبة الكبيرة ذات القلب الكبير، والله العظيم الى الدار الكبيره هذه السيده هذه، وانا تنقولها وكنقولها وكنتحمل جميع الامور. انا اللي كانت واحد العلاقه بيني وبينها روحانيه، كانت كتعتبرني بحال مولاي رشيد ولدها، بحال وليداتها كاملين، وكانت واحد العلاقه طيبه وكانت وفيه للفن ديالها،
أعطت شيء الكثير للمغرب، أعطت شيء الكثير للمغرب، أقوله وأتحمل كل المسؤولية في هذه الكلمة، أعطت شيء الكثير في مجالها الفني. فهي من المجموعة كما قلت سبقت إشارة، فهي المجموعة الأولى التي نورت الفن المغربي هي فرقة المعمورة. فرقة المعمورة هي اللي كانت في الستينيات أو كتعطي واحد الصدى كبير، كان فيها طيب العلاج سي محمد حسن الجندي الزوج ديالها مولاي عبد الله العمراني ومجموعة من الأسماء لاله حبيبة مذكوري الله يرحم هاد الناس كاملين الله يرحمهم جميعا. وكنا كنستمتعوا في البرامج يعني في المسلسلات الإذاعية ديالها بذاك الصوت ديالها الجميل وذاك الصوت ديالها الرنان كنا كنستمعوا ليها، وديك اللكنة اللي كانت عندها اللي كل فنان عنده الشكل ديالو. فأعطات الشيء الكثير للزهور في الإذاعة وفي التلفزيون وفي المسرح المغربي وفي السينما.